الحمد لله رب العالمين ما طلعش عندنا اصلا. انا هقول لك على الاسباب كلها عشان تبقى انت عارفه الامور كامله بشكل كامل. يعني انا دلوقتي اللي انا هكلمك فيه اسباب زياده الوزن السريعه، مش انت بتقول انا حصل زياده في الوزن عندي سريعه ومش عارفه السبب؟ ايوه مش صح كده؟ اول حاجه بنتكلم كسور الغده الدرقيه، بتاثر طبعا الهرمونات اللي بتفرز من الغده الدرقيه، ودي احنا استبعدناها عشان احنا عملنا تحليل في الغده وطلع ما عندناش مشكله، خلاص اتفقنا. تاني حاجة ممكن سوء التغذية، سوء التغذية ان احنا مثلا وليكن نكون بنعمل يعني اقصاء لبعض الاطعمة مثلا، او اقصاء بشكل كلي للاطعمة الاساسية. احنا بنتكلم عشان نقول الغذاء الصحي يعني اللي هو متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافة العناصر الغذائية من الكربوهيدرات من الفات من البروتينات من الفيتامينات من الاملاح المعدنية من الالياف من المية. يعني بنتكلم عن نظام غذائي صحي. فممكن سوء التغذية كنتيجة لعدم ان احنا نمشي على نظام غذائي صحي ممكن برضو سبب في زيادة الوزن. ثالث حاجة التوتر والاجهاد. التوتر اما احنا بيكون عندنا توتر وعندنا اجهاد هرمون الكورتيزون بتاعنا بيزيد، لو زاد الهرمون ده يبقى يسبب لنا زيادة في الوزن سريعة. يا سلام. طبعا يسبب لنا زيادة في الوزن. انا عندي توتر فعلا، عندي توتر واجهاد فعلا وقلة النوم، انا ما بنامش الا ساعة في اليوم كاملة. يبقى انت ساعة واحدة. كويس ان انت عرفتي اول سبب، خلينا اكملك علشان لو في حاجة تانية تبقى انت عرفتي الخلل فين بالظبط علشان تبدأي تعدلي، تبقى انت عرفتي السبب اللي موجود عندك وتبحثي عن العلاج هيكون ازاي، او انا هساعدك العلاج يكون ازاي. تمام؟ تمام. يبقى احنا كده قلنا التوتر والاجهاد. ممكن احنا كده قلنا التوتر والاجهاد التباس الميه في الجسم، ممكن التباس السوائل في الجسم تكون احد ايضا اسباب زياده الوزن السريعه كنتيجه الاكل الغلط مثلا الاكلات اللي بتحتوي على نسبه ملح عاليه. فطبعا كل ذره ملح واحده بتحبس لنا 3 ذرات ميه جنبها، فتلقائيا الناس اللي الاكل لازم بتاعها يبقى ايه متسبك ومظبوط قوي، والملح لازم يبقى معمول وعشان ادوق بطعم او طعم الاكل يكون مظبوط. فالناس دي طبعا اللي بتحط نسب عاليه طبعا من الملح في الاكل بتاعها، فطبعا بيزيد عندها الوزن كنتيجه لزياده او احتباس الميه في الجسم كنتيجه لزياده الاملاح. ايضا السكريات الزياده تسبب احتباس للميه في الجسم، فبرضه الناس اللي بتاكل سكريات كتير وخصوصا السكر والحلويات وهذه الاشياء دي برضه تحبس لنا الميه في الجسم، فممكن برضه احتباس الميه في الجسم كنتيجه لتناول السكر او تناول الملح يكون سبب في زياده الوزن اللي موجوده عندنا. نقدر نقول يبقى احنا قلنا سوء التغذيه المال نوتريشن كنتيجه مثلا نقص عنصر غذائي موجود، نقص عنصر معين غذائي يعني موجود. مثلا نقص فيتامين د او نقص فيتامين ب 12 احد اسباب السمنه عندنا. فعشان كده احنا بنطلب من الناس في البدايه ان احنا نعمل تحليل فيتامين د وفيتامين ب 12. ما بيعملوا هذه فيتامين د وفيتامين د 12 ب 12 ب 12 فيتامين د وفيتامين ب 12. فيتامين د ده كل الستات بيبقى عندها نقص فيه لانها ما بتتعرضش لاشعه الشمس وبتخاف تتعرض لاشعه الشمس. فيتامين د ده بيبقى موجود تحت الجلد كده، فايدته ايه؟ نقدر نقول ان احنا بنتعرض لاشعه الشمس هو بس بيقول موجود في الجلد بس في صوره غير نشطه، يعني مش شغال. بمجرد ان احنا نتعرض لاشعه الشمس، اشعه الشمس تحفزه ويتنشط جوه الجسم فيفيدنا في عمليات الحرق والتمثيل الغذائي. فالشخص اللي بيتعرض لاشعه الشمس بيبقى الحرق بتاعه افضل من الشخص. وطبعا الستات بتخاف على نفسها وشكلها وبتاع فبتخاف. ايه بس على فكره، على فكره انا كان عندي مشكله في فيتامين د، يعني عملت التحليل ما كانتش كويسه. شوفي يبقى برضه نقص فيتامين د يبقى سبب في سمنه عاديه. خلينا اسرد لك عشان احنا نطلع بلا نطلع بلا كده كتير. تمام. يبقى احنا اتفقنا قلنا كسور الغده الدرقيه استبعدناها، سوء التغذيه وارد ان احنا يكون عندنا نقص فيتامين د او فيتامين ب 12 نقصهم برضو. ممكن نقول التوتر والاجهاد برضو برضو نحطهم في الحسبان. احتباس الميه في الجسم كنتيجه للسكر والملح الكتير اللي احنا بناكلهم على مدار اليوم عشان الاكل والطعم والمذاق وهذه الاشياء، فبرضو هذه ممكن تبقى سبب في احتباس الميه في الجسم وزياده الوزن السريعه. برضو الطعام الغير صحي، ان الاكل بتاعنا بيكون غير صحي والوجبات السريعه والمشروبات الغازيه والتدخين وهذه الاشياء. نقدر نقول طبعا الافراط في تناول الطعام برضو سبب في زياده الوزن السريعه. نقدر نقول طبعا الجلوس طويلا، الجلوس لفترات طويله، الجلوس لفترات طويله احد برضو اسباب زياده الوزن السريع. دي كده اهم سبع اسباب لزياده الوزن السريع. خلينا نمسك لك النقط اللي انت بتتكلمي عنها. النقطة الأولانية اللي موجودة عندك يا دكتور، ده أنا عندي سوء تغذية، يبقى احنا عندنا نقص فيتامين د، طب أنا أعمل إيه عشان آخد فيتامين د؟ أتعرض نص ساعة في بداية النهار، ما تتعرضيش في نص النهار علشان الشمس هتبقى حارقة، فممكن تعملي لك أي مشاكل. طبعًا الستات أو كده ممكن يبقى عندها حساسية مثلًا وليكن من الشمس،
فممكن تسبب لها مشاكل صحيه. فبنقول في بدايه النهار الشمس اول ما تطلع نتعرض نص ساعه فقط، يبقى احنا كده بناخد احتياجنا من الفيتامين ده، او نجيبه من الصيدليه وناخده، او نجيبه باسم زيت كبد الحوت موجود برضو في الصيدليات ككبسولات، ممكن ناخد كبسوله يوميا، يبقى احنا كده بناخد احتياجنا من فيتامين ده. اما فيتامين ب اسمها ايه؟ زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت. اه كبسولات زيت كبد الحوت. اه ده شرب ده دواء ده ولا ايه؟ كبسولات يا حبيبي. كبسولات. ده يبقى كده فيتامين د. اما فيتامين ب 12 المصدر الاساسي لفيتامين ب 12 بنقول تمام. يبقى احنا كده اتفقنا. قلنا فيتامين د. طب فيتامين ب 12 هناخده ازاي؟ يعني لو قلنا مثلا يعني مصادر فيتامين ب 12 موجود فين بشكل اساسي؟ نقدر نقول ان هو موجود في اللحوم، يعني نقدر نقول ان هو مثلا وليكن موجود في اللحوم. لكن انا هقول لك دلوقتي يعني كبد البقر افضل مصدر لفيتامين ب 12، المحار افضل مصدر من ضمن المصادر الجيده لفيتامين ب 12، الاسماك واللحوم والدواجن ايضا يعني خيارات رائعه لفيتامين ب 12، البيض، الحليب، منتجات الالبان بشكل عام، نقدر نقول هذه الاشياء بتحتوي على فيتامين ب 12. نحاول قدر الامكان وجبه الفطار يبقى فيها بروتين، ونركز في الحاجات اللي احنا قلنا عليها، بيض، منتجات حليب، هذه الاشياء تكون موجوده في وجبه الفطار. افضل برضو من ضمن الحاجات حبوب الافطار فيها فيتامين ب 12، الخميره ايضا فيها فيتامين ب 12. بس احنا كده فيتامين ب 12 ممكن ناخده من الاغذيه بتاعتنا، وممكن نجيبه من الصيدليه برضو بنفس الفكره. اسمه ايه؟ فيتامين ب 12. فيتامين ده حقن بيض صح؟ اه حقن حمراء كده، بس الجرعه بقى تتظبط على حسب يعني الدكتور بتاعك هو اللي حددها لك يعني بالظبط، يعني عشان فاهمه؟ لكن انا قلت لك المصادر الغذائيه، يعني قلت لك المصادر الغذائيه بس. هو فيتامين ب 12 ممكن مثلا حقنه لو انت عايزاها مثلا تاخديها كوقايه كده، ممكن تاخديها حقنه لو هي بنتكلم تركيز الالف بتاعها مثلا هنا في تركيا مثلا اسمها دودكس، الدودكس تركيزها 1000 مثلا. انا لو بكتبها لشخص مثلا وليكن مش عنده هبوط فيتامين ب 12، ممكن اكتبها له مثلا كل اسبوعين ياخد له واحده ولا حاجه، تاخد هي من باب الوقايه، تاخدي واحده مثلا كل اسبوعين، تاخدي لك واحده مثلا حقنه فيتامين ب 12 تركيز 1000 لو انت حابه تاخديها مثلا. ويفضل طبعا نعرف التحليله بتاعتنا بتاعت فيتامين ب 12 النقص قد ايه، ونظبط جرعه على حسبها الدكتور يظبطها لك، مفيش مشكله يعني.